نعم، وجدت يعني لاحظت مؤخرا صراحة، لاحظت أن هناك الكثير من الإخوة يعني يشاركون هذه الفيديوهات، أمر مرعب جدا صراحة. صراحة هؤلاء اليوتيوبرز أرعبوني بهذه الجرأة التي يتمتعون بها. لهذا كذلك حاولت أن أشتري هذا الصندوق من حاولت أن أشتري هذا الصندوق من على من العالم المظلم. إن شاء الله يوم الاثنين سأشارككم تجربتي. شخص صادق هو مارد العرب. نعم مارد العرب، نعم صادق. أنا صراحة أدهشني بتلك الفيديوهات، وتبارك الله يعني شخص يحقق ملايين المشاهدات في بضع أيام. أنا كذلك يعني حاولت أن أشتري، وسأشارككم تجربتي فيما يخص الشراء من على الدارك ويب، ونشاهد كذلك ما سأتوصل به. هل سأتوصل بسكين أو مفتاح بوغاتي؟ ومن يدري، ممكن أن نحصل على مفتاح بوغاتي من الإنترنت المظلم. مارد العرب، نعم يا صديقي، هذا مارد اشترى كثيرا هذه الأيام. أنا كذلك أدهشني صراحة، شخص ذو جرأة كبيرة جدا، شخص سبحان الله. يعني أنا شخصيا لم أفكر يوما أن أشتري من الدارك نت أو الدارك ويب، يعني أنا أخشى على نفسي. ولكن هؤلاء الأشخاص يعني ذو، يعني ليس هو فقط، هناك الكثير يعني من الناس يعني يشاركون هذه الفيديوهات. يعني صراحة أصفق عليهم، لأن قلبكم حجر. وإن شاء الله أنا كذلك يعني تشجعت، عندما شاهدت هذه الفيديوهات تشجعت لكي أشتري من الدارك نت، وسأتوصل كذلك أنا بعلبة. وأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى جميع هؤلاء الإخوة، لأنني كذلك سأشارك فيديو حول تجربتي من خلال الدارك نت. ففقط هؤلاء الإخوة كذلك الذين يشاركون هذه الفيديوهات، جهزوا حالكم، لأن رهيب أمين كذلك سيشتري من الدارك نت، أو سيحاول الشراء من الدارك نت والحصول على الصندوق العجيب.